السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع الروس بالخضر، يجي بزاف بنين وخفيف، ترافقوا به اللحم، الحوت ولا الاسكالوب. في هذه الوصفه نسحقوا كميه من الخضر، استعملت فلفله خضراء، فلفله حمراء، بصل وفلفل حار، قطعتهم قطع شرائح بالطول بهذا الشكل. غادي نحكم مقله، ندير فيها شويه تاع الزيت، نخليها تحمى مليح ونبدا نحمر في هذوك الخضر. النار تكون متوسطه حتى القاويه شويه، ما ديروش النار قليله باش الخضره ما تذوبناش وتطلق لنا الماء، رانا باغينها تتحمر مليح وتطلق لنا هذيك البنه تاعها في الزيت. نحمر فيها ونحركها باش ما تنحرقناش، كما نعرفوا البصل تمتم ينحرق. كي تحصلوا على هذا اللون هذا، البصل تاعنا يولي كاراميليزي والفلفله تاني تتحمر، نقص النار وندير شويه تاع الملح، ندير شويه تاع فلفل الكحل ونخليه على نار قليله مده 2 دقائق فقط ونطفي. في جهه واحده اخرى كنت طيبت الروز، استعملت الروز بازماتي، درته في الماء والملح ودرت ثاني شويه تاع الزيت وزوج اوراق تاع الرند، خليته طاب. مور ما طاب صفيته مليح من الماء ومن بعد نحطه فوق هذيك الخضر اللي كنت درتها صوتي. نخلط هنا، راني مطفيه النار، نخلط من تحت للفوق باش هذوك الفلفله والبصل كاع تدخل لي في الوسط. هذا هو الشكل تاعو كما راكم تشوفوا، يجي بنين بزاف الروز، غادي كاع يتشرب لي هذوك النكهات تاع الخضر ويجينا بنين وخفيف. تقدموه مع البولي غوتي ولا مع اللحم ولا مع الحوت ولا مع سكالوب. انا كنت قليت معاه سكالوب ماريني وقدمته. هذا الروز يجي بنين بنين بزاف وخفيف، فيه بنه شابه بزاف. كما شفتوا طريقه التحضير تاعو ساهله، ما تديش وقت بزاف وما تسحقش مكونات بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، نتلاقاو في وصفات جديده.